كي نسمعوا احنا العجز التجاري نتاعنا للاربع اشهر الاولى لسنه 2024 تراجع، اول ما يتبادر للذهن لازمنا نفرحوا. علاش؟ خاطر وقت اللي يتراجع يعني ما عادش عندنا ضغوطات على مستوى تمويل العجز بالموجودات من الصعبه، يعني عندنا اريحيه على مستوى اداره الموجودات من الصعبه من طرف البنك المركزي، يعني نجم نخلصوا ديوننا بأريحية، ما عندي حتى إشكال. تراجع هذا أنت العجز التجاري للأربع أشهر الأولى لهذه السنة جاء أساسا من حاجتين بهين. الحاجة الأولى أنه فما صادرات نتاع زيت الزيتون اللي ارتفعت 110%، وحاجة ثانية حلوة هو أنه سجلنا فائض تجاري مع بلدين من المغرب العربي وهي ليبيا، سجلنا معها فائض ب 500 مليون دينار، والمغرب سجلنا معها فائض ب 100 مليون دينار، وهذا يتطلب تكثيف المبادلات التجارية مع البلدان تاع المغرب العربي، خاصة مع المغرب وليبيا. ولكن حتى راجع هذا تاع العجز التجاري من 6.2 مليار دينار خلال أربع أشهر الأولى تاع عامنا إلى 4.8 مليار دينار خلال أربع أشهر الأولى تاع السنة، ما كانش نتيجة ل تطور الصادرات. الصادرات راهي ارتفعت فقط ب 4.8% مقابل مع من اول ارتفعت اكثر ب 7%. جات منين؟ جات من تراجع كبير برشا على مستوى الواردات بصفه عامه الا 1.8% مقابل مع من اول في نفس الفتره 7% الواردات ارتفعت. تراجعت الواردات وين اساسا؟ لو كان تراجعت في المواد الاستهلاكيه نقولوا حاجه جيده، ولكن المواد الاستهلاكيه ما ترسقات مستقره. وين تراجعت؟ تراجعت اساسا في واردات المواد الاوليه ونصف المصنع، وهذه تراجعت تقريبا الواردات نتاعها ب 9%. هذا مخطر كبير برشا. علاش؟ لانه احنا ما زلنا تقريبا مصرين في نفس السياسه اللي مشينا فيها مع منور، واللي هي خلصنا ديوننا لكن على حساب التقشف في التوريد نتاع المواد الاوليه والمواد الاساسيه والمواد نصف المصنع اللي هي ضروريه للانتاج. احنا اقتصاد مرتبط بالخارج على مستوى الانتاج نتاعنا، ما نجمو ننتجو الا ما نجيبوا المواد الاوليه ونصف المصنع. خلصنا ديوننا صحيح، ولكن الواردات نتاع المواد الاوليه والمواد المصنع تراجعت، هذا شعطانا انكماش اقتصادي خطير برشا 0.4% مقابل نسبه نمو قدرناها ب 1.8%. شنو النتيجه؟ نسبه البيتا زادت، الدوله فقدت في الميزانيه نتاعها 2 مليار دينار من الموارد الجبائيه، وظاهر كونوا قاعدين ماشيين في نفس الشيء. هذاش باش يعطينا راهو تقلص نتاع النمو باش يزيد ينخفض، وكي ينخفض النمو راهو البطاله باش تزيد، وراهو الدوله باش تفقد مزيد من الموارد الجبائيه وبتتلز باش تتسلف من الخارج. وهذا شو وقع في اعداد ميزانيه 2024 وقت اللي احنا تقلصت الموارد الجبائيه نتاعنا، حطينا زياده على مستوى اللجوء الى الاقتراض الخارجي في ميزانيه 2024. الحاجة اللي تخوف برشا في هذا العجز التجاري المسجل خلال الأربع أشهر الأولى لهذه السنة هو قيمة العجز الطاقي، ضخم برشا، هو بقيمة 4 مليار دينار على جملة 4.8 مليار دينار. الحاجة الأخرى اللي تخوف كذلك ونرد بينها هو روط الصادرات نتاع الفوسفات ومشتقاته، اللي نقولوا احنا باش نتعمدوا على رواحنا، باش نتعبدوا لروحنا مو بالقطاع تاع الفوسفات والمشتقات يجيب لنا الدفيز بمبالغ كبيره وكبيره جدا. هذا الشيء كان موجود قبل الثوره. الصادرات نتاع الفوسفات والمشتقات تراجعت ب 26.3%. اتونسيون، انا نقترح هك 7000 مليار اللي خذتهم الدوله من البنك المركزي واستعملت منهم 3000 باش خلصت 850 مليون يورو روبونت، مازالوا منهم 4000. الأربع آلاف هذوك من الأفضل يمشي ويجدوا الآلات والماكينات متاع فوسفات قفصة والشمان دوفير مع السكك الحديدية، باش هالفوسفات هذا يسترجع النشاط نتاعه ويعطينا صادرات، يرجع للصادرات نتاعه متاع قبل ويعطينا عملة صعبة بمبالغ جيدة وجيدة جدا.